تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر على أنه تم تأجيل النشاط الملكي اللي كان مرتقب عصر أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، وكان ينتظر أن يعرف تعيين مسؤولين جدد داخل الحكومة. وحسب مصدر رفيع فإن أسباب التأجيل غير معروفة، لكنه يرجح أن يكون ذلك تم لإعادة النظر في لائحة المرشحين للاستوزار ورؤساء مؤسسات دستورية كان سيعينها الملك أيضا. معطيات سابقة أكدت توصل بعض الوزراء وبعض المسؤولين الذين يحتمل تعيينهم في هذا التعديل بدعوى للحضور إلى القصر الملكي بالرباط بداية الأسبوع الحالي. وكانت جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية من مجلس المستشارين قد تم تقديمها، والتي كان مقرر عقدها على الساعة الثالثة بعد الزوال. ورجحت مصادر أن يكون ذلك بسبب التعديل الحكومي الذي كان يعتقد أنه سيتم إجراؤه أمس الثلاثاء، إلا أن النشاط الملكي تم تأجيله. وقد تقرر عقد الجلسة مع الواحدة والنصف زوالا، حيث تم تعليق الأسئلة البرلمانية اللي كانت مقررة أن يجيب عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وأسئلة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، مما يرجح على أنهما سيكونان من الوزراء التي سيتم إعفاؤهم وخروجهم من الحكومة في هذا التعديل الحكومي. من جهة أخرى، عاشت معظم الأحزاب المشكلة الحكومة منذ الساعات الأولى لأمس على وقع استنفار في صفوف مناضليها وبعض قياداتها التي تغيب عنها المعلومة المتعلقة بالتعديل الحكومي المرتقب إجراؤه في الساعات القادمة. ووفق معلومات قادمة من مقرات الأحزاب، فإن عددا من الوزراء يرفضون الإجابة على الاتصالات الهاتفية التي تأتي من مناضلي الحزب وبعض الأطر، مكتفين بالرد على مدراء دواوينهم بالوزارات التي يرأسونها، فيما اختفى بعض الوزراء على الأنظار منذ يوم أول أمس الاثنين، خصوصا الذين روجت حول أسمائهم إمكانية مغادرتهم للمناصب الحكومية التي يشغلونها منذ أكتوبر 2021. وراجت منذ يوم الاثنين إمكانية مغادرة كل من وزير الفلاحة محمد صديقي، بالإضافة إلى غيثم الزور وزير الانتقال الرقمي، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وإلحاق وزارة الرياضة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، فيما ذكرت مصادر حزبية فراغ مقرات الأحزاب من القيادات. وفي ذات السياق، بادر وزراء نشرت حولهم تقارير حول إمكانية مغادرتهم الحكومة إلى نشر أنشطتهم الحكومية أمس الثلاثاء، وذلك لنفي مغادرتهم الحكومة، كما هو الحال بالنسبة لوزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي. من جهة أخرى، تقاطرت على زعماء أحزاب الأغلبية منذ مدة السير الذاتية لسيفي لأطر الأحزاب طمعا في الاستوزار أو ضمان مقعد لهم داخل الحكومة من بوابة كتاب الدولة، الذين من المتوقع أن يتم إدراجهم في التعديل الحكومي المرتقب. وتعيش الأحزاب السياسية المشكلة الحكومة ترقبا شديدا لما سيسفر عنه التعديل الحكومي المرتقب، حيث احتل صدارة النقاش في الصالونات السياسية وحتى لدى الرأي العام الوطني. ولكن لا يتوقع أن هذا التعديل الحكومي ينتج عنه شي تغيير في المسار أو تغيير لمعالم سياسات واختيارات، ويهمنا أكثر في هذا السياق ونحن ننتظر لائحة الملتحقين الجدد بصفوف الحكومة وقائمة المغادرين التي تتوقع هذه العشية، أن نتساءل عن دلالة ومعنى التعديل الحكومي في المغرب. سنجد أن التعديل هو معطى ثابت هم جميع الحكومات التي تعاقبت منذ جلوس الملك محمد السادس على عرش أسلافه بدون استثناء، من حكومة عبد الرحمن اليوسفي وحكومة دريج الطو أو حكومة عباس الفاسي، ثم حكومة العدالة والتنمية بن كيلانو والعثماني. فالتعديل باقي معطى ثابت، إلا أن حكومة أخنوس كتعتبر الأكثر حظا على الإطلاق،
بما أنها ما عرفت أي تعديل خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، هذا من حيث الشكل. أما من حيث مضمون هذه التعديلات، فإن الحديث عن الكفاءة والرضا عن أداء الوزراء من عدمه وفعالية الأداء الحكومي، كل هذا يبدو مجرد إطلاق لعنان الخيال والاستعارة من تجارب لتعرفها حياة دولة ديمقراطية مكتملة الأركان. فأما في المغرب، التعديلات الحكومية لا تتم برغبة وإرادة ومبادرة من رئيس الحكومة، والدليل هو أن بعض التعديلات جاءت بشكل اضطراري، كالحال انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بركينان سنة 2012 وتعويضه بحزب التجمع الوطني الأحرار. فالتعديل الحكومي في المغرب هو ممارسة ملكية خالصة، قد يؤثر فيها عنصر تقييم الأداء والكفاءة والفعالية، لكن من منظور ملكي فقط، أي أن الوظيفة الأولى والأخيرة للتعديل الحكومي هي التذكير بسمو الإرادة الملكية وخضوع الجهاز الحكومي لاختياراتها بعيدا عن ضغوط اللحظة الانتخابية أو مشاورات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وبعيدا عن أي تأويلات متعسفة أو تمطيط للمفاهيم. فإن التعديل الحكومي الذي يقع خلال الولاية التشريعية بالمغرب يعكس دور الملكية المحوري في إدارة الشأن العام وضمان استمرارية النظام السياسي. فالتعديل الحكومي في هذا السياق هو أكثر من مجرد أداة تقنية لتحسين الأداء الحكومي، بل هو تعبير عن السلطة الملكية وعن حرصها على ضبط التوازنات داخل النظام الأساسي. فهي ممارسة تأتي كجزء من إدارة دقيقة للتوازنات بين الأحزاب السياسية وضمان استمرارية الائتلافات الحكومية في سياق يعتمد فيه النظام المؤسساتي على تحالفات هشة بين قوى متنافسة. وبالتالي فالتعديل ليس مجرد استجابة للأداء الحكومي، بل هو تعبير عن سلطة الملك في تصحيح المسار وضبط التوازنات بين الفاعلين السياسيين، وتعبير واضح عن دور الملكية في إعادة ترتيب المشهد السياسي في منتصف كل ولاية حكومية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات أو الأداء الحكومي في حد ذاته. من جهة أخرى، هناك بعد سياسي ورمزي لهذا التعديل، حيث يعكس حدود السلطة المنتخبة في النظام المغربي، ويؤكد في الوقت نفسه حضور الملك كفاعل رئيسي قادر على التدخل في اللحظة المناسبة، أي أن الانتخابات في المغرب ليست نهاية المطاف في العملية السياسية المغربية، بل هي مرحلة ضمن سلسلة من التدخلات الملكية التي تهدف إلى توجيه النظام وضمان استمراريته. والملك لا ينتظر نهاية الولاية ليصدر حكمه ويعلن تقييمه، بل يتدخل في منتصف الطريق لضمان بقاء الحكومة على المسار الذي يتماشى مع توجهات الدولة. نساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.